اسحب دفتر شيكات. لا بهزر، بالأرقام. قيمة الترضية التي حصلت عليها من أحد رجال الأعمال لأوقع للإنتاج الحربي. أنت عرفت منين؟ أنا بسألك إيه كانت قيمة، كانت كم المبلغ، كان كم؟ أصل لا مش هقول كام يعني، بس ليه ما بدك تقول كام؟ مش انت صريح؟ لا بس مش للدرجات دي يعني. لا ليه؟ ليه برا بدنا نعرفهم، ليش هون ما بدنا نعرفهم؟ اهم حاجه رجل اعمال اسمه مكتوب. قول لي كانت القيمه كام؟ لا من غير، مش هقول القيمه كام، بس هو القيمه يعني تتراوح ما بين هو يعني ارقام بالرقم، بدي رقم، رقم ايه؟ مش هقول الرقم، صعب ان انا اقول. طب اللي بين وبين يعني قريب، لا قريب لايه؟ ايه للمبلغ. انت صعب قوي على فكره. لا لا ما اصل مش صعب ان اقول الرقم. بصي هو يعني هو كان في حد تدخل وهو اللي اقنعني، وهو اللي يعني كان وسيط قوي جدا. كان كام؟ بدون ما بعرف كان حبك كتير وكان عايزك تخش وكل التفاصيل دي، بس كان الرقم كام؟ لا هو الرقم صعب يعني ان انا اقوله، بس هو رقم يعني كان سبب انه يقدر يخلي الموضوع يتم يعني. فين الاجابه؟ برضه مصممه على رقم؟ اه بدي رقم، بدي اعرف يعني رقم. رقم ايه؟ رقم كان رقم ما هو مش مبلغ كان كام؟ ليه؟ عادي. لا اصلي مش احنا قلنا بنسبه يعني حاول نسبه كبيره جدا من الاجابات تكون فيها صريحه. ايه صح. طيب وانا قريب لقد ايه الرقم؟ كان قريب قد ايه المبلغ؟ كان قريب يعني عايز لا ايه، فوق المليون ولا اقل من مثلا؟ ايه او يعني او مثلاً رقم اقل من كده شويه يعني. فوق المليون، فوق المليونين، فوق. لا فوق، ومش هتقول بقى فوق المليونين والثلاثه، فوق 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 المليون وخلاص. 10 مليون؟ لا طبعا. لا انت كده يعني انت سالتيني فوق المليون فانا قلت فوق المليون. طب فوق قد ايه يعني؟ ما بين المليون والعشرة، قريب للخمسة، قريب للستة؟ لا ما هو انت كده انا قلت الرقم خلاص، لو قلت فوق يعني قريب لايه يعني. لا بصي هو فوق المليون. طب ليه عم بيقولوا عشرة؟ لا ما فيش الارقام دي خلاص. ما فيش الارقام دي؟ لا مش لغاية العشرة، مش الدرجة دي. لا يعني قريبة من الخمسة مليون. على فكرة انا هسألك اقول لك حاجة بجد، انت انسب واحدة للبرنامج ده. بصي هو الرقم كان يعني كان رقم كويس، بس انا بالنسبه لي يعني الشخص ده بس شخص جاوبني قريب للخمسه. انا مش عاوز اعرف حاجه تانية. قريب؟ حسكت والله مش هتكلم في الموضوع ده. قريب قريب.